أهلا بكم مشاهدينا وبرنامج نقطة خبر. تستمر معاناة نازحي صلاح الدين في ظل تباطؤ النهج الحكومي المتواصل بتغييب إرادتهم بالعودة إلى مناطقهم. أوضاع النازحين ومناشداتهم حول مطالبهم اليومية والمعاشية تكاد أن تكون معدومة، وغياب تام للرعاية الصحية في المخيمات المنتشرة في عموم محافظة العراق. بعد مناشدات عديدة لقناة سامراء من أهلنا النازحين والساكنين في عدد من المخيمات في العاصمة بغداد، توجهنا إلى مخيم الدورة والذي تسكنه مئات العوائل التابعة لمحافظة صلاح الدين، والذين طالبوا بتسهيل أمور العودة لهم من قبل الحكومة والجهات المعنية. احنا محافظة صلاح الدين قضاء بلد ناحية يثرب من شهر العاشر 2014 متحررة المناطق مالتنا، لا بها داعش لا بها شيء لا أبد، يعني شنو هالدافع اللي يخليهم ما يرجعونا على ديارنا؟ احنا نريد نناشد اعضاء البرلمان، نريد نناشد رئيس الوزراء، نريد نناشد المسؤولين، احنا امانه برقابهم، احنا عراقيين، اذا يقولون انتم يابا مو عراقيين، خلي يحطونا بلوريات ويطلعونا خارج البلد. اما الاطفال الساكنون في المخيمات فمعاناتهم مختلفه، فاجسادهم الصغيره لا تتحمل قساوه الظروف المعيشيه في المخيمات. بسبب النقص الحاد في الخدمات والمواد الغذائية. وضعية الحال مو زينة، يعني قاعدين بخيم لابس بالصيف بين الحر، هي خيمة ديباج بالصيف حر لا مبردة ولا شيء، وبالشتاء عن فيض المسؤولين يعني ينادي ابن اخته وبالخالة يقول له تعال هذا استلم، يعني احنا بالشتاء طرطفنا اليوم فوق ركبنا ما حد جا علينا ولا سأل. والله من قليل يجيبوا لنا مبردات حارة، حيل حارة، والظهر هم حارة. قريب يجيبوا لنا مبردات بنكات، هسه العالم عنده جهال والله حاره تمرضون. انا والله من جينا هنا ما ولا شفت ولا شايف المدرسه، هلا مفتحين بسطه. ومن الجدير بالذكر ان اغلب مدن محافظه صلاح الدين تم تحريرها من تنظيم داعش، ولكن ما زالت اغلب العوائل تسكن المخيمات ومتوزعه بين محافظات العراق. إرادات سياسية وأخرى عشائرية أخرت عودة الكثير من أبناء صلاح الدين إلى مناطقهم على الرغم من تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، كما صاحبت أوضاعهم المزرية حدوث وفيات بين صفوف الأطفال على مختلف الفئات العمرية، وذلك بسبب نقص الأدوية وضعف الخدمات المقدمة لهم. استحداث مواطنة جديدة للنازحين، اهتزاز ثقة المواطن بالمسؤولين، رفض شبه مؤكد لعودتهم إلى مناطقهم. قادة حملة الفلوجة تقتل جوعا إلى فتح أنظار الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى حجم الكارثة الحاصلة نتيجة الحصار المزدوج المفروض على أهالي المدينة من المدنيين. فعجز الحكومة إضافة إلى استحواذ تنظيم داعش لما تبقى من موارد غذائية فتك بالأطفال وهم الشريحة الأكثر ضررا. الفلوجة مأساة مستمرة حتى الآن، مئات العوائل تحت سيطرة داعش مع عجز حكومي في حل مشكلة هؤلاء الناس، لا ماء ولا غذاء، ومدينة محاصرة لا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها، ما زاد الوضع الإنساني هناك صعوبة. وليعلم أهلنا والمجتمع المحلي والدولي أننا لن ندخر جهدا في فك الحصار وإغاثتهم، ولنبين المأساة بتطوراتها وإلى ما آلت إليه الحال. هذا هو حدث هام ومهم جدا بالنسبة لنا، ومن خلاله تبرز الحاجة الملحة والماسة لتحرير أهالي الفلوجة من سيطرة داعش الإجرامي، وأن حكومتنا ملتزمة وبشكل تام في دعم حكومة العراق والقوات الأمنية العراقية والمقاتلية العشائر المحلية من أهالي الفلوجة. قام بفتح ممرات آمنة إلى الفلوجة من أهالي الفلوجة لكي الخروج، ولكن أصرت قوات داعش الإرهابية على منع خروجهم، وجاء القناصين على الطرق الخارجية على المسالك الخارجية.
وجهاء عشائر ورجال دين ونواب في الحكومة العراقية عقدوا تجمعا بهدف تسليط الضوء على الأوضاع في مدينة الفلوجة وبحضور السفير الأمريكي والمبعوث الرئاسي للولايات المتحدة من أجل إقناع التحالف الدولي للإسراع في تحرير المدينة ومشاركة أبناء العشائر. الهدف من هذا التجمع لأبناء الفلوجة أولا من أجل إغاثة أهلنا وإعداد الخطط الواضحة ومشاركة أبناء الفلوجة من أبناء المجتمع الفلوجة ومن كافة الأطياف ومن كافة العشائر. بنفس الوقت هو حقيقة إطلاق نداء التطوع لأبناء العشائر والالتحاق بالأفواج التي سيتم تشكيلها خلال هذه الفترة. مدينة الفلوجة مدينة منكوبة، مدينة محاصرة، مدينة أسرت أهلها تحت إجبار داعش الذي أجبرهم على عند الخروج من المدينة. مدينة الفلوجة تموت جوعا، اليوم صار 6 أشهر لحد اللحظة هذه لم يحصلون لقمة الخبز. في الوقت الذي يتحدث الجميع عن التغيير الوزاري، ينظر أهالي الفلوجة إلى مدينتهم عسى يتغير وضعها إلى حال أفضل يسهم في تخفيف الجوع والمرض عنهم، في ظل حصار جعل المدينة تشتكي ظلم الجماعات المسلحة من جهة وتأخر التحرير من جهة أخرى. عوامل عديدة سارعت بتطور ملف الفلوجة، منها شدة الضغط الإعلامي وربما تبني بعض القنوات الإعلامية العراقية والعربية والأجنبية هذا الملف، دفع بالحكومة المحلية إلى إقامة مؤتمر لإغاثة المدينة المنكوبة والعمل على تسريع تحريرها من سيطرة تنظيم داعش بالشكل الذي يضمن سلامة المواطنين مع الحفاظ على أرواحهم. نجاح الضغط الإعلامي غير المسياس لفت انتباه المجتمع الدولي لحجم الكارثة. تحرير الفلوجة وسلامة المواطن أبرز الأولويات. مشاهدينا، عامل الاقتصاد من أقوى عوامل بقاء الدول وقدرتها على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وهذا الأمر شكل عامل ضغط على الحكومة العراقية مع تفاقم حجم الفساد والهدر للمال العام والذي ترتب عليه الكثير من نفقات الحكومة غير المجدية بالنسبة للمسؤولين. كما يعتبر النفط من أهم ملفات الحرب مع داعش، إذ شكل انخفاض أسعاره مع وقوع بعضها تحت سيطرة التنظيم مخاوف من استمرارية مشكلة بقاء داعش مع توافر فرص توفير الموارد المالية له. حقل الخباز النفطي الواقع على الحدود الغربية لمحافظة كركوك وبمحاذاة المناطق الساخنة التي تقع تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية منذ حزيران 2014، تعددت محاولات الاختراق والتخريب، ومنها التفجير الذي وقع في حقل الخباز النفطي والذي يعتبر من المناطق الغنية بالنفط، ويوجد فيه أيضا أنبوب ناقل للغاز الطبيعي. إذا بقيت الأمور عالقة لحد الآن في ظل عدم وجود تحرير لكل هذه المناطق، حتما ستتأثر القضية أكثر. وما حصل في خبازة هنالك عليه بعض علامات الاستفهام، كيف فجرت، لماذا، وكيف صار الاختراق. المسؤولون في كركوك عبروا عن ثقتهم في القوات العسكرية المتواجدة على حدود كركوك الغربية للمدينة وإحكام السيطرة عليها رغم محاولات الاختراق الحاصلة بين الحين والآخر لإرباك المشهد الأمني في كركوك. طبعا هناك محاولات متعددة من قبل المجاميع الإرهابية والداعش لاختراق محافظة كركوك المهمة والحساسة بالنسبة لكل العراقيين وكل أبناء محافظة كركوك بكل مكوناته، لكن الحمد لله كل المحاولات تبوء بالفشل ولا تتحقق أي انتصار، بل بالعكس ردات الفعل من قبل المؤسسات الأمنية، قوات البيشمركة، الجيش العراقي والحشد الشعبي كلها بالمرصاد لمتابعة أي عملية من قبل الجهات المعادية. طبعا هذا شيء طبيعي، عصابات إرهابية تحاول بين فترة وأخرى أن تخترق بعض الأماكن، ولكن لعيون الساهرة لأبناء قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية والجيش العراقي المساند لهم سوف تمنع هذه العصابات من اختراق الخطوط الدفاعية لمحافظة كركوك.
لا تزال علامات الاستفهام حول حادثة تفجير حقل الخباز النفطي، والتي لم تكن الحادثة الأولى من نوعها في نفس المنطقة، ليطالب البعض بفتح تحقيق حول الاختراق المتكرر والذي يستهدف ضرب اقتصاد المحافظة وإضعافه وتعطيل صادراتها النفطية والغازية. مشاهدينا، عمليات التفجير المستمرة لحقل الخباز النفطي وضعت المسؤولين في موقف حرج، وسلطت تلك العمليات الأضواء وجعلتها ضمن دائرة الشك بسبب الاستهداف المتكرر لنفس الجهة للحقل، إضافة إلى محاولات عديدة قام بها تنظيم داعش للسيطرة عليه، خصوصا أنه يسيطر على المناطق المحاذية له منذ حزيران 2014، كذلك محاولات ضرب الاقتصاد العراقي لغايات إقليمية ودولية لجعل العراق تحت عباءة التبعية الاقتصادية، وهو أحد أسباب استهداف حقوله النفطية. إضعاف العراق اقتصاديا من خلال تدمير حقوله النفطية، ضرب البنية التحتية لغايات إقليمية، محاولات داعش للسيطرة على حقول النفط. التاسع من نيسان من عام 2003 يوم ارتبط بأذهان العراقيين، كل حسب خلفيته ومعاناته التي تشكلت قبل الاحتلال، وتعددت تسمياته باختلاف شرائح والنخب العراقية، منهم من سماه احتلالا وآخرون أسموه تحريرا وآخرون سقوط للنظام. لكن هذا التاريخ بالذات أصبح ذكرى ممتدة عبر السنوات التي أعقبتها صور مريرة. يتذكر العراقيون أجمع في مثل هذا اليوم كل عام الذكرى الأليمة على سقوط بغداد وما تلاها من تبعات خلال السنوات المنصرمة التي تجرع فيها العراقيون المر من خلال الصراعات الطائفية والتفجيرات الدامية والتردي الواضح من سوء بالخدمات والبنى التحتية. يوم مشؤوم حل بالعراق من خراب ودمار بعد سقوط النظام. أتذكر دخول الاحتلال إلى بلدي، أتذكر السلب والنهب اللي صار في العراق من قبل ناس للأسف، سرقة الدوائر الحكومية، سرقة المصارف، التخطيط والعمران تدهور، العلاقات الدولية لا يفقهون أي شيء ويرفضون وهزموا، لا خلوا دكتورة، لا خلوا دكاترة الأطباء، لا خلوا ناس بالتخطيط، لا خلوا وكلاء وزراء القدامى الجيدين اللي افتهموا، ما رفضوا، حطوا أحزابهم وأميين وشهادة ملة في المناصب، أدى إلى عجز ميزانية العراق وقطع رواتبنا، بل دفعنا ثمن سرقاتهم. جاءت القوات الأمريكية على أساس تحرير العراق اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وتعيد بناء نظام الحكم فيها على أسس اجتماعية عادلة، ولكن بعد 13 عاما تحقق العكس من خلق للفوضى وتعثر للديمقراطية وانتهاك لحقوق الإنسان. 9/4 بالتأكيد ذكرى أليمة بحياة كل عراقي، وإن كان الناس تأملوا خيرا في هذا التاريخ، الشعب تأمل خير بالتغيير بالإصلاحات بجميع، يعني قارن بغداد بعواصم ثانية، يعني توقعوا أنه بغداد ستتحول إلى دبي، إلى روما، إلى عواصم متطورة جدا، لكن الجميع صدم بواقع سياسي أليم، ثلة سياسية جاءت من خلف الأسوار على ظهر الدبابات الأمريكية لتحكم يعني لينط بها مناصب هم ليسوا بالأساس أهلا لها. يعني كان المواطن العراقي يتأمل الكثير من الحكومات المتعاقبة وراء سقوط نظام صدام حسين بعد عام 2003، حقيقة يعني يتأمل أن هناك تحول كبير وتعديل مسارات كبيرة من ناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، لكن على ما يبدو أن هذا الحلم لم يتحقق للمواطن العراقي. هناك تدهور أمني كبير، أيضا الديمقراطية الموجودة الديمقراطية غير متكاملة وغير ناضجة. يعني هدف الغزو الأمريكي للعراق كان في ظاهره محاولة لجلب الديمقراطية ومحاربة الإرهاب في المنطقة، وفي باطنه كان دمارا للبلاد، هذا ما ترجمه الواقع اليوم، فالبلد يمر بحالة من عدم الاتفاق السياسي في أروقة الحكم، ناهيك عن محطات العنف التي شهدتها البلاد طيلة تلك السنوات من أحداث تخللتها حروب طائفية ومذهبية كبيرة دمرت البلد وسفكت دماء أبنائه.
مشاهدينا، لو عدنا إلى الحقبة التي مر بها العراق ما بعد 9 نيسان، نجد أن البلاد بدأت تأخذ بالانحدار شيئا فشيئا، للأسف وصولا إلى انهيار واضح في مؤسساته الحكومية وظهور المحاصصة الطائفية، كذلك الحرب الأهلية التي نشبت بين الطوائف العراقية والتي راح ضحيتها الكثير من الناس، وعدم قدرة الحكومة من وقفها أنذاك، كما شكل هذا التاريخ مصدرا لضياع هيبة الدولة بسبب طمس معالمها وجعلها تدوب في نفوذ الأحزاب الحاكمة على حساب الدولة. تاريخ اختلفت فيه التسميات، ضياع الدولة ونشوب صراع على السلطة، وقوع المواطن ضحية أطماع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية. التظاهرات العارمة التي خرجت في بغداد والمحافظات الجنوبية تحولت إلى عامل ضغط على الحكومة العراقية، وخصوصا التحالف الوطني بكونه يمثل غالبية المناطق التي انطلقت منها هذه التظاهرات أيضا، والمطالبة بإحداث تغيير شامل للكابينة الوزارية وإجراء الإصلاحات من أجل رفع الحيف عن شرائح اجتماعية فقيرة والتي أصابها ما أصابها من فقر وعوز، وأثر فيها الفساد المالي والإداري بشكل كبير وواضح. في ظل الظروف التي يعيشها العراقيون، يتصاعد الجدل بشأن ما طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي من كابينة وزارية اعتقد أنها هي من ستنهض بالبلاد، وهذا ما لم يتفاءل به الشارع البابلي. الحاضر من طرحت هذه الكابينة الوزارية، احنا قلت ما لمسنا منها شيء، يجون وبعدين يجي الساعة الشعب ممكن أن يعرف أنه ما قدم العبادي هل هو جدير بهذه المحصلة اللي وصل لها خلال هالفترة وفترة الجماهير اللي طلعت من أجل الإصلاح، هل يا ترى هذه الكابينة هي لها قابلية في هالفترة الزمنية المتبقية من الحكم؟ حقيقة ما يعني حصل في الفترة الأخيرة من طرح الكابينة الحكومية الكابينة الوزارية من قبل السيد حيدر العبادي هي خطوة مهمة في عملية الإصلاح، لكن تبقى هذه الخطوة فقيرة إذا ما يتم إصلاح كل المؤسسات اللي مرتبطة بالوزارات والهيئات الخاصة والدرجات الخاصة والمدراء عامين، لأنه حقيقة هذه يعني المنظومة كلها بنيت على أساس المحاصصة الطائفية. المواطنون في بابل عبروا عن استيائهم من كيفية معالجة مشاكل البلاد، إذ شددوا على ضرورة تغيير كل المفسدين في الحكومة والبرلمان وإنهاء دور الأحزاب المتسلطة التي ساهمت بخراب البلاد. لا يوجد أمل أو ضوء أخضر في هذا النفق المظلم، عندما تستمر المظاهرات هذا يعني أننا لم نصل إلى ما نبتغيه كشعب عراقي، وعليه يجب إعادة النظر في البنية الحقيقية لتكوين الدولة العراقية، كأن نستفيد من الأمم الأخرى كتجارب مضيئة على الطريق الديمقراطي. بالنسبة للإصلاحات اللي قدمها العبادي، هو المفروض أول ما هو يستقيل، لأن هو ما جاب لنا الوباء غير هاي التيارات الدينية اللي أصلا احنا مو يمها ولا الشعب مفكر بيها، والدليل على هذا انه الشعب يرفض كل هذا. يعني اصلاح ماكو، الاصلاح الحقيقي هو حل البرلمان وحل مجالس المحافظات وتبدي تشتغل من جديد. الكابينة الوزارية المقترحة حبر على ورق، تبادل مناصب، وهذا الموضوع بعيد عن مطالب الناس، مطالب الشعب، لان واحد ما عندهم هو توفير فرص عمل، إيجاد مكانة حقيقية للمواطن العراقي، مسكن بيحاض، وين تبادلون مناصب. ويستمر الجدل بين الحكومة والبرلمان تجاه الكابينة الوزارية التي سوقها العبادي على إنها هي من تمثل التغيير المرتقب، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الكتل رفضها للمشروع، ليبقى المواطن بينهم يتصارع مع المعاناة.
آراء المواطنون حول تحرك الأحزاب الرافضة لأي تغيير يطرأ على الوزارة ما لم يراعي استحقاق الحزب أو الكتلة من المحاصصة الطائفية، الأمر الذي زاد من مخاوف المواطنين، فيما إذا كانت هنالك نية حقيقية لإجراء التغيير حتى بعد طرح رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماء تكنوقراط بجلسة البرلمان الأخيرة وعرضه للتشكيلة الوزارية، والتي أعطى فيها رئيس البرلمان مهلة 10 أيام فقط للتصويت عليها. لكن تسارع الكتل إلى إدراج أسماء جدد للكابينة المقترحة، وهذا ربما يدفع بالمهلة إلى التمديد على حساب الوضع السياسي المضطرب الحالي. إصرار الكتل السياسي على تسمية تكنوقراط سياسي، محاولة بعض الكتل الحصول على مكاسب سياسية، إيصال المواطن إلى درجة اليأس من حدوث انفراج للأزمة. النباشة مصطلح أطلق على فئة عراقية أخذت تعمل على البحث في مكبات النفايات وإيجاد بعض المواد التي يمكن بيعها على المعامل الأهلية الصغيرة بأسعار قد لا تتلائم وحجم العمل المطلوب، كذلك وقوع فرص العمل في التعيينات الحكومية تحت طائلة المحاصصة الحزبية ساهم وبشكل كبير بوضوح في انتشار هذه الظاهرة وازدياد ممتهنيها. ضياع فرص العمل والاضطرار للحصول على مصدر رزق مهما كانت قلته وكبرت مصاعب القيام به، فهو كفيل بإبقائهم على قيد الحياة، وهم يواجهون غلاء المعيشة وأزمة السكن التي تتفاقم كلما تقدمت الأيام. النباشة تسمية تطلق على من يعتاشون على جمع النفايات والعثور على ما يصلح منها للبيع تحت الأجواء الحارة اللاهبة صيفا وقسوة البرد القارص في الشتاء، وربما ما يصف بدقة عملهم المتعب هي أيديهم المتعبة جراء النبش والبحث ووجودهم في أماكن طمر النفايات التي لا تخلو من سموم وحرائق. والله احنا نشتغل بالزبالة عشان على الزبالة، لما حصلنا زبالة ما ناكل، لا زبالة ناكل، وعند 4 أطفال يعني للطبيب المستشفى أخذهم بحساب، ما عندي فلوس أخذهم، وحنا شغلتنا يعني هاي تعبانة وحاطين متجاوز، نطلع نايلون غوطية حديد يعني هذا فافون على هذه، والله نشتغل شغلنا، والفقر داقنا دق يعني منعنانا تنعنى. ايه والله أكلنا لا أكل يعني تعبنا، حيل تعبنا يعني، سجلنا على هذا عطالة بطالة لا حصلنا لا شبكة، يعني وين نروح؟ والله هذا عيشتنا يعني، صارنا من زمان يعني بالزبالة هذا عايشين. عم أول مرة هو اشتغل أبوي بالزبائل وتقع تمرض، بس عن إحنا نشتغل بالزبائل، من نشتغل بالزبائل نجيب لها دواء، نلقاش بالزبائل هذا ناكله ما عدنا. مراقبون للواقع الاقتصادي في المحافظة تحدثوا عن ضرورة وضع خطط كفيلة بانتشال هؤلاء من واقعهم المزري، فبقاء أفراد كثر منهم في مقتبل أعمارهم بهذه المهنة قد يدفعهم إلى ارتكاب الجريمة المنظمة بسبب الفقر والعوز الذي لا ينتهي. راح تتولد عدة فد يعني ردود أفعال نفسية غير جيدة وغير صالحة لهذه الطفولة، لهذا العمر من الطفولة، كذلك لربما يتوقع منه أن يشذ في بعض الأحيان عن السواء. أن تتبنى الدولة في مشاريع معينة، أن تتبنى حتى وإن كانت جهات أخرى غير حكومية، جهات دينية مثلا على سبيل المثال، أن تتبنى أن يكون لهؤلاء الأطفال حيز لديهم. وابتعدنا عن حديث الساسة والمعنيين في هذا التقرير، لأن الأجوبة غالبا ما تبرر بالموازنات الضعيفة للمحافظة والتأمل بالمستقبل لحل المشكلة. لا مجال للطموح بحياة هانئة إن كان جل اهتمام هؤلاء يتجه صوب مردود مادي رغم قلته يبعدهم عن الجوع القاتل وكسب عطف الناس، والسياسات الاقتصادية عاجزة عن وضع الخطط الإنقاذية التي تكون بعيدة المدى وبحلول جذرية. أحيانا يعني قد يتبادر لذهن المشاهد أن هؤلاء العمالة في بلد أفريقي أو آسيوي، وربما لا يصدق أن أبطال هذه القصة عراقيون من بلاد النفط والخيرات، للأسف مهنة لا تليق بأي إنسان بأي بلد، فما بالك بلد مثل العراق الغني بالثروات والذي أصبح غالب شعبه تحت خط الفقر، بل وحتى الطبقة المتوسطة باتت مهددة نتيجة إفلاس الحكومة بسبب الفساد السياسي.
تهديد لمستقبل البلاد بسبب عمالة الأطفال، ضياع فرص العمل بسبب الصراع السياسي الحزبي، تفاقم نسب الفقر بشكل كبير. حوارات الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة لم تخلو من المشاكل والتي بدأت تترك أثارها السلبية على أداء السلطة التشريعية وتمرير القوانين المعطلة داخل قبة البرلمان، الأمر الذي ينذر بقدوم كارثة في حال استمرار تعطيل تمرير القوانين وتشريعها. حوارات قادة البلاد والكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة لن تكون بمنأى عن تأثيراتها السلبية على أداء السلطة التشريعية في تمرير القوانين المهمة والمعطلة في إدراج البرلمان. نواب عن التحالف الوطني رجحوا تعطيل تلك المشاريع لفترة أطول بسبب استمرار التجاذبات بين الفرقاء حول التعديل الوزاري المرتقب لتداخل الأداء السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكست على أداء الدولة بشكل عام، رغم وجود توقعات بعرقلة أداء مجلس النواب. دعا نواب عن القائمة الوطنية السلطة التشريعية إلى عدم الانشغال بالصراعات الدائرة حول المناصب الوزارية في كابينة العباد المقبلة. محللون سياسيون أشاروا إلى أن النظام السياسي الحالي مكوناتي وطائفي ويتأثر حسب التوافقات بين الفرقاء في تشكيل القوانين حتى وإن كان هناك مطالبات وضغوط أممية بشأن التصويت على العفو العام ومشاريع قوانين تصب في المصالحة الوطنية وربطهما بقضية الدعم المالي للعراق. إذن أزمة المشهد السياسي وتعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة لن تدع البرلمان بتشريع مشاريع القوانين المقبلة بحسب كتل نيابية والتي رجحت نشوب خلافات خلال المرحلة المقبلة. البعض يرى أن مسألة تأخير تمرير القوانين داخل مجلس النواب أمر محسوب بين مزاجيات بعض الكتل السياسية وكل من يريد الحصة الأكبر والأهم في الكابينة الوزارية الجديدة المرتقبة، رغم أن الوضع الحالي لا يحتمل التأخير بإنجاز القوانين. أما البعض الآخر فيرى بأنه متأثر بحسب التوافقات والاختلافات بين الفرقاء حتى وإن كان هنالك قوانين لا تحتمل تأجير إقرارها وتشريعها. عدم تشريع القوانين إلا بموافقة رؤساء الكتل، الإبقاء على المحاصصة التوافقية في إصدار القوانين، إتباع حل المشاكل السياسية بمشاكل أكثر تعقيداً. رغم أن العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش والتي ما زالت تشهد غليانا نتيجة الغارات الجوية على التنظيم، إلا أن نفوذ داعش بدأ يقل في العديد من المناطق الأخرى وبدأت تتكرر انسحاباته واحدة تلو الأخرى. مرة تلو أخرى يضيق الخناق على تنظيم داعش بعد أن وجد مقاتلوه أنفسهم في موقف دفاعي وخسارته للمزيد من الأراضي في الآونة الأخيرة. ورغم سريان اتفاقية الهدنة بوساطة الأمم المتحدة في معظم المناطق السورية، فإن المناطق الخاضعة لسيطرة داعش تشهد غلياناً نتيجة الغارات الجوية ومعارك على الأرض يشنها الجميع كل من موقعه ضد داعش. ففي مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق تدور اشتباكات وصفها المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بالعنيفة بين مقاتلي التنظيم من جهة وجبهة النصرة وفرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام من جهة أخرى. كذلك قالت لجان التنسيق المحلية المعارضة أن مسلحي المعارضة استعادوا مواقع من تنظيم داعش في منطقة القلمون الشرقية بريف دمشق بعد معارك عنيفة بين الطرفين. وأشار التلفزيون السوري إلى مقتل عدد من مسلحي داعش بنيران القوات النظامية في ريفي دمشق وحمص وتدمير آليات للتنظيم
في محافظة السويداء جنوب البلاد. أما في المنطقة الصناعية شمال غرب دير الزور، فقد شن التنظيم هجوماً على القوات النظامية من عدة محاور، وسط أنباء عن إحرازه تقدماً فيها حسب المرصد الذي أشار أيضاً إلى أن طائرات النظام ردت بقصف جوي عنيف على المنطقة. كما تراجع التنظيم شمال سوريا أمام المسلحين الأكراد المدعومين من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تكبده خسائر في الأيام القليلة الماضية على يد جماعات من المعارضة مدعومة من تركيا تقاتل التنظيم في معركة منفصلة شمال حلب. بين فترة وأخرى تشهد العديد من المحافظات السورية حالة من الهلع والفوضى نتيجة سيطرة داعش على العديد من المناطق، لكن في الغالب ما تكون هنالك وساطة أممية لتهدئة الوضع داخل أراضيها أو تدخل قوات برية وجوية لشن غارات وقصف لمواقع داعش تحقق نتائج إيجابية، الأمر الذي يعتبر بمثابة مؤشر مهم على إحاطة التنظيم بضغوط كثيرة تسهم في تقليله وتقليل نفوذه داخل سوريا وربما نهايته القريبة. اختلاف رؤية المجتمع الدولي في سوريا، ثبات مواقف المؤيدين للنظام حول المحادثات، محاولات دولية لتقسيم سوريا. مشاهدينا بهذا وصلنا وإياكم للختام، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.